لي أجدادا قد مضوا إلى الله قبل الذين مضوا في معركة الميل 40 بنحو من 100 سنة، قابلوا نفس المستعمر بنفس اللغة ونفس الثقافة، وقاتلوا حتى قتلوا واستشهدوا، ولكنهم انتصروا في معركتهم. كانت تلك المعركة اسمها معركة دخول الخرطوم لو تذكرونها. كانت هذه ناحية من شرق النيل محور، وكان أهلنا من الجمعية من غرب النيل محور، وجاء محور آخر من الشمال لكنه لم يلحق المعركة. معركة كانت حاسمة وقصيرة، استرجع فيها بلد المسلمين للمسلمين، واسترجع فيها كرامتنا وإرادتنا الوطنية. والمؤمن أمره ليس كله قتال، هو أحيانا يدافع بالسياسة وبالعمل السياسي، وأحيانا يدعو الناس دعوة، ثم إذا جني عليه واعتدي عليه تحول إلى الجهاد. والذي لم يجاهد ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالجهاد يموت ميت جاهلية، لأن الجهاد فريضة في حالة الاعتداء علينا نحن كمسلمين وعلى دولتنا، كما يحدث الآن في أربقة السلطة. يتسلط علينا يعني أناس ما هم من جنسنا ولا من ديننا، ويحاولون أن يسيرونا، ونحن أحرار، قد ولدتنا أمهاتنا أحرار، لن يسيرنا ألماني ولا علماني ولا صليوني ولا ماسوني.